مشاهدينا نتوقف بداية مع المشهد في محيط المسجد الأقصى وآخر التطورات مع زميلة هناء محاميد. هناء يعطيك العافية. إذن كيف يبدو المشهد الآن وما هي المعلومات المتوفرة عن كيفية تصدي الفلسطينيين حاليا للاقتحامات داخل بحد المسجد الأقصى؟ نعم ألا، إذن يعني تتواصل حتى الآن اقتحامات المستوطنين التدنيسية والاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وسط تواجد أعداد يعني قليلة نسبيا من الفلسطينيين في ظل حالة الإغلاق العسكري التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، محاصرة المسجد الأقصى عمليا من خلال الحواجز العسكرية ومنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وحتى منع الشبان الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة، حيث نصب الاحتلال الإسرائيلي أيضا حاجزا عسكريا عند باب العمود وهو الباب الرئيسي الذي يدخل إلى البلدة القديمة، ويقوم الاحتلال الإسرائيلي هناك بمنع الشبان حتى من دخول البلدة القديمة حتى الوصول إلى المحال التجارية وأيضا المدارس في داخل البلدة القديمة، فضلا طبعا عن محاصرة المسجد الأقصى المبارك. حتى الآن نقدر الأعداد بمئات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية التي قامت باقتحام باحات المسجد الأقصى حوالي الساعة 5:30 من فجر هذا اليوم، وقامت بمحاصرة المصلى القبلي وإغلاقه على المعتكفين من الشبان في داخله بالسلاسل الحديدية. طبعا هنالك أعداد من الفلسطينيين الذين أدوا الصلاة صلاة الفجر في داخل المسجد الأقصى يقومون بالتواجد في داخل باحات المسجد الأقصى، ولكن الاعتداء متواصلة إن كان على المصلين الفلسطينيين، يقوم الاحتلال بإخراج عدد من المرابطين ومن المصلين الفلسطينيين، إضافة طبعا إلى الاعتداءات على الصحفيين، آخرهم كان الاعتداء على المصور الصحفي وهبي مكية الذي كان يتواجد في داخل المسجد الأقصى، ورغم أنه كان يرتدي زي الصحافة تم إخراجه بالقوة من داخل باحات المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا كان المستوطنون الإسرائيليون خلال إخراجه على يد قوات الاحتلال يقومون بالاعتداء عليه وكيل الشتائم له حتى وصوله إلى هنا، حيث نتواجد في باب السلسلة خارج المسجد الأقصى وهو أحد الأبواب التي تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك. إذن الأجواء في مدينة القدس مشحونة جدا، توتر كبير يسود المدينة، تعزيزات عسكرية مكثفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رفع حالة التأهب الأمنية الإسرائيلية إلى الدرجة القصوى في مدينة القدس وأيضا في كل المناطق الفلسطينية المحتلة داخل الضفة الغربية. كانت أيضا الليلة الماضية قد شهدت الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين، إضافة إلى ذلك ألا في الأيام الأخيرة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية حملة اعتقالات في مدينة القدس وحملة توقيفات وتحقيقات مع الشبان المقدسيين وأيضا الفلسطينيين من الذين حاولوا الوصول إلى المدينة بالأمس عبر حافلات تقل الفلسطينيين من الجليل ومن مناطق مختلفة. يعني أكثر من مواطن فلسطيني تواصل معنا من طمرة ومن أم الفحم وأكدوا لنا بأنه تم إرجاعهم في حافلاتهم، توقيف الحافلات عند وصولها إلى القدس بالأمس، وتم إعادة عدد كبير من الفلسطينيين الذين كانوا يستقلون هذه الحافلات وإعطائهم قرارات إبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى لمدة 10 أيام على الأقل. كذلك الأمر في مدينة أم الفحم في الأيام الأخيرة كانت أيضا قد شهدت موجة من التحقيقات مع عدد من النشطاء والمرابطين الفلسطينيين، وتم إعطائهم قرارات بالإبعاد عن المدينة عن مدينة القدس أقصد، إضافة طبعا إلى الاعتقالات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة. بحسب تصريحات الشرطة الإسرائيلية قبل عدة أيام بلغ عدد المعتقلين في الأيام الأخيرة 100 معتقل، هذا على لسان الشرطة الإسرائيلية ألا، وهي اعتقالات يعني يمكن أن نسميها بين مزدوجين باعتقالات احترازية استباقية من دون أي تهم ومن دون أي دلائل على خرق ما يسمى بخرق القانون. عدد من هؤلاء المعتقلين تم التحقيق معهم و
تم تمديد اعتقال عدد منهم، والآخر تم الاستئناف على تمديد اعتقاله، والمحكمة المركزية أخلت سبيلهم بعد أن لم تتمكن النيابة الإسرائيلية بتقديم أي أدلة تؤكد ضلوعهم بأي أعمال منافية أو مخالفة للقانون بحسب تعريف القانون الإسرائيلي حتى. ولكن هذه اعتقالات تندرج ضمن الترهيب الأمني والعسكري الإسرائيلي للفلسطينيين أجل أن لا يقوموا بالتصدي لهذه الاستفزازات وهذا العدوان الإسرائيلي، وأيضا في ظل الدعوات الفلسطينية الواسعة للتواجد إن كان في المسجد الأقصى صباح هذا اليوم أو حتى عصر هذا اليوم في البلدة القديمة وتحديدا في ساحة باب العمود، ورفع الأعلام الفلسطينية والتصدي لمسيرة الأعلام الإسرائيلية التي ستنطلق في حوالي الساعة 6 وستصل باب العمود حوالي الساعة 6 حتى 7 وتصل ذروتها يعني في تلك الساعة، حيث يشارك عشرات آلاف المستوطنين حسب ما هو متوقع في هذه المسيرة احتفالا بما يطلقون عليه بيوم القدس، وهو يوم توحيد القدس أي احتلال شطرها الشرقي. هذا احتفال إسرائيلي رسمي مقر في القانون الإسرائيلي بعد الإعلان عن مدينة القدس كعاصمة لإسرائيل في العام 1980 في قانون أساس للكنيسة الإسرائيلي، ومن ثم أقر هذا اليوم كيوم احتفالي إسرائيلي رسمي أيضا ضمن قانون إسرائيلي تم سنه في العام 98. بالطبع سنعود إليك هنا، ولكن اسمح لي أن أنتقل الآن إلى ضيفنا من غزة لؤي القريوطي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. القيادة العامة صباح الخير، بداية كيف يمكن أن تقرأ هذا المشهد اليوم في المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى مع التحضير والاستفزازات والاقتحامات التي تمهد لما يعرف بمسيرة الأعلام عصر اليوم؟ صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. نحن نقول بأن شعبنا الفلسطيني يخوض معركة الوجود على هذه الأرض وإثبات أنه شعب متجذر على أرض فلسطين. هذه المشاهد التي نشاهدها ليس فقط اليوم بل كل يوم في ساحات المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى، يعني يظهر شعبنا الفلسطيني في هذه المظاهر بأنه يعني يرسل رسائل واضحة بأننا كفلسطينيين لن نرحل عن هذه الأرض وسنبقى متمسكين بهذه الأرض وسنخوض المواجهة مع هذا المحتل بكل الطرق والوسائل التي نستطيع أن نمارسها في وجه هذا المحتل. ونحن نقول بأن شعبنا الفلسطيني موحد بكل فئاته وكل فصائله، وأنه أخذ قرار المواجهة وأن يكون رأس حربة هذه المواجهة للمشروع الصهيوني الذي يحاول أن يخوض كل ما هو عربي وفلسطيني وإسلامي في هذه المدينة. سيد لؤي، فصائل المقاومة تحدثت عن ضرورة المواجهة ودعت الشعب الفلسطيني إلى التواجد في المسجد الأقصى من أجل الرباط هناك والدفاع عن الأقصى، وقالت أيضا الفصائل أن كل الخيارات مطروحة. ما هي الخيارات المطروحة اليوم على الطاولة مع هذه المحاولة الواضحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على إنجازات معركة سيف القدس؟ نحن نقول بأن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة بكل مكوناتها أخذت قرار بمواجهة هذا المحتل الصهيوني، وأنها ستقف في حماية شعبنا الفلسطيني المتواجد في ساحات المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى وفي كل أرجاء ضفتنا الغربية وأراضي 48. نحن نقول بشكل واضح أن فصائل المقاومة هي حامي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وهي مشروع التحرير في مواجهة هذا المحتل، وأن إمكانيات فصائل المقاومة المتواجدة في قطاع غزة هي إمكانيات لكل شعبنا الفلسطيني، وأن هذه الإمكانيات سيتم استخدامها لحماية شعبنا الفلسطيني وتحقيق حلم شعبنا الفلسطيني بالتحرير والعودة. ونحن نقول بشكل واضح بأن إذا العدو الصهيوني تم ممارسة عدوانه الهمجي بحق شعبنا الفلسطيني هذا اليوم، هناك خيارات متعددة وضعت في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة وكذلك على المستوى السياسي لفصائل الفلسطينية كافة.
عندما نتحدث عن خيارات متعددة، إذن هل خيار التصعيد والمواجهة والعودة إلى ما يشبه معركة سيف القدس مطروح على الطاولة وبشكل جدي؟ نعم، هذا يعني كان أحد الخيارات المطروحة وهو قابل للتنفيذ إذا مارس العدو أي حماقات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني أو معالمنا الوطنية والإسلامية في القدس. المرابطون في المسجد الأقصى يقومون بدورهم، قلت أن إمكانيات المقاومة في غزة حاضرة للدفاع عن القدس، ماذا عن الداخل الفلسطيني المحتل؟ هل من الممكن أن نعود لنشهد هبة الكرامة مرة ثانية للدفاع عن الأقصى من الداخل المحتل؟ يعني نحن نقول بكل صراحة بأن كل شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده يقوم بدوره، ولقد أثبت في كثير من المحطات السابقة بأنه يفوق التوقعات في ممارسة دوره في مواجهة هذا المحتل الصهيوني. وما شاهدناه في السابق في معركة سيف القدس حقيقة ما قام به أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل الأراضي 48 فاقت كل التوقعات، فأنهم أثبتوا للعالم أجمع بأنهم متجذرون في أرضهم، وأنهم هم أصحاب الأرض الحقيقيين، وأنهم لن يقفوا ولن يستكينوا في مواجهة هذا المحتل، ولن يرضوا بأن يبقى هذا المحتل على أرضنا الفلسطينية. وأيضا نقول بأن أهلنا وشعبنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي 48 هم يعني مناصرون ومرابطون حقيقيون في المسجد الأقصى، وهم يقومون بدورهم في حماية المسجد الأقصى وفي الرباط في المسجد الأقصى. أبناء شعبنا الفلسطيني في 48 يقومون بدور متعدد في التمسك بأرضهم والتجذر بأراضي 48 وبفلسطين التاريخية، وأيضا يقومون بدورهم بتيسير رحل أسبوعية للرباط في المسجد الأقصى. ويعني حقيقة كانوا مناصرين ومتجذرين وأوفياء للمسجد الأقصى وأوفياء لشعبهم وأرضهم. سيدي، قلت أن كل الشعب الفلسطيني يقوم بدوره في مواجهة الاحتلال، ولكن قضية الأقصى هي قضية تعني كل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية وكل إنسان حر في العالم، هل يقومون هؤلاء بدورهم أيضا كما يجب؟ نحن نقول بأن شعبنا الفلسطيني هو طليعة يعني أمتنا العربية والإسلامية في حماية المسجد الأقصى وفي حماية أرض فلسطين، وأرض فلسطين هي أرض فلسطينية عربية إسلامية. نحن نقول بأن يعني اختارنا رب العالمين بأن نكون على هذه الأرض وأن نكون طليعة هذه الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني وفي الدفاع عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى. نحن نقول المسجد الأقصى وأرض فلسطين هي أرض عربية إسلامية، وواجب على أمتنا العربية والإسلامية نصرة يعني أهلنا في فلسطين ونصرة والدفاع عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى. أيضا نقول بأن هناك يعني تقصير واضح يعني في كثير من الدول التي شاهدناها في المرحلة السابقة تهرول إلى التطبيع مع العدو الصهيوني. حقيقة هذا نعتبره غدر لشعبنا الفلسطيني، خيانة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ونعتبر أن هذه التصرفات تأتي في خانة الشراكة مع الاحتلال الصهيوني في العدوان على المسجد الأقصى. ونحن نطالب شعوب هذه الدول التي هرول قادتها للتطبيع مع العدو الصهيوني أن يقوموا بدورهم في مواجهة هذه الفئة الحاكمة في دولهم، لأنهم ما يقومون به يعني لا يوجد له يعني أي معنى ولا أي كلمات توصفه سوى الخيانة للمسجد الأقصى والخيانة للدين والخيانة للعروبة. فلذلك يجب على هذه الشعوب أن تتحرك نصرة للمسجد الأقصى ودفاعا عن ما يقوم به الاحتلال بحق هذه الأرض وهذه المقدسات. وفي المقابل هناك دول من محور المقاومة كما تعلمون بأنهم حقيقة يقومون بدورهم في نصرة المسجد الأقصى وفي الدفاع عن
المسجد الأقصى وفلسطين بكثير من الطرق والوسائل، وما وصلت إليه المقاومة الفلسطينية وما وصل إليه الوضع الفلسطيني المواجه للمشروع الصهيوني في فلسطين إلى هذه القوة لولا دعم محور المقاومة وكل مكونات محور المقاومة للفصائل الفلسطينية وللحقوق الفلسطينية. لو سمحت، في عالمنا العربي والإسلامي مشهدين، مشهد حقيقة حسم أمره باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني والتحالف مع العدو الصهيوني، وهناك مشهد يتقدم ويتطور وهو مشهد فصائل محور المقاومة الممتد من طهران إلى العراق إلى دمشق إلى لبنان، متمثلا في فصائل المقاومة والأحزاب المقاومة في لبنان وعلى رأسها حزب الله. هذا يعني مشهد فصل ما بين من يقف مع الحق ومع الباطل، ونحن نقول بأننا سائرون بمواجهة هذا المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأرض الفلسطينية وأيضا يستهدف الأرض العربية والإسلامية، فهو ليس مقتصر على الأرض الفلسطينية، وهو مشروع استعماري صهيوني من أجل السيطرة على كل مكونات وقدرات أمتنا العربية والإسلامية. لذلك نحن نعتبر أنفسنا مع محور المقاومة نقف في موقف الحق المواجه للباطل، ونحن بإذن الله عندنا يقين بأننا منتصرون لأننا نسير في درب الحقيقة والحق. سيد لؤي القاروتي، لو تفضلت بالبقاء معنا حتى أعود لأسألك عن محور القدس بشكل خاص، ولكن اسمح لي أن أنتقل ولو سريعا للزميل ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة. ناصر، إذا الاحتلال قام بتجهيز الملاجئ، قام بنشر المزيد من منظومة القبة الحديدية، رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، كل هذه الإجراءات هل تنبئ بأنه ماض نحو التصعيد، أم أن حكومة بنت تريد إظهار نفسها بصورة معينة ولكن ضمن حدود معينة أيضا ذاهبا للتصعيد؟ لا، قبل قليل كتب موشي فيجلين وعضو الكنيسة متطرف مستوطن كتب أنه سيقتحم الأقصى الساعة الواحدة، والأهم أنه كتب على موقعه في تويتر أن من يحكم الأقصى يحكم البلاد كلها، ومثله عضو الكنيسة شولي معلم، وهي ايضا مع حراسه الكنيسه سبقهم ايتمار بن جبير، لدينا سموتريتش وزير سابق. اذا من يقتحم ومن يقود اقتحام الاقصى ومن ياخذ المراهقين المخدرين هؤلاء هم اعضاء كنيسه بحراسه الكنيسه. واضح انه من جلسه التقدير الامني التي اجتمع فيها الاسرائيليون الليله الماضيه ماضون حتى النهايه في تدنيس المسجد الاقصى، يعتبرون بانه حتى بثمن الحرب يمكن أن يصلوا إلى النهايات. الأوضاع ليست فقط في القدس، في كل فلسطين داخل الخط الأخضر، الضفة الغربية بالذات هناك انتشار كثيف للجيش كما قلنا، اعتقالات، يخشون من عمليات من ردة فعل من بينها المقاومة المسلحة وإطلاق الصواريخ، لكن من بينها أيضا العمليات، من بينها الكتائب التي تنتشر الآن في الضفة الغربية، من بينها يمكن أن تتطور الأمور الأخطر من ذلك، خصوصا بعد الاغتيالات التي تنفذها أو نفذتها إسرائيل ضد جنرالات إيرانيين. إذا نحن أمام مشهد فقط بمعجزة لا يكون هناك حرب. السؤال ليس ما هي إمكانية الحرب، بل ما هي إمكانية أن لا تقع حرب، وهي إمكانية قليلة. الجند والمستوطنون مع الحكومة كلهم يد واحدة، حتى الصحافة الإسرائيلية القضاة في المحاكم توحشوا. نحن نشهد عبر الأثير مباشرة حالة توحش صهيوني كامل، ما يتم استخدام كل شيء فيها ضد المقدسات، ضد المسجد الأقصى. حتى نفتلي بنت حين قيل له بأنه الأردن غاضبة ومصر غاضبة قال لا أقبل تدخلها، هو الذي كان يتوسل الوساطات، الآن لا يقبل التدخل، يقول القدس أنا أقرر ما يحدث فيها وليس عمان ولا القاهرة. نحن أمام مشهد منقلب، مشهد متسارع، مشهد يحمل في طياته كل احتمالات التصعيد العسكري والتصعيد، والأهم من ذلك هو حالة
الغليان التي يعيشها الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين. هذه المشاهد التي نراها، خلع الأبواب في المسجد الأقصى، إدخال جيش، هذه الصور لا نشاهدها إلا في أوكرانيا. هذه حرب يشنها الاحتلال على مسجد، وليس في ساحات الوغى ولا في صحراء ولا في أمام جيوش أخرى. جيش كامل عرمرم يهجم على مسجد ويستعين ب 16 إلى 18 ألف مستوطن معه، حراسات وجيوش. نحن أمام مشهد يقابل مشهد 67 ومشهد عام 1948. يهدد الإسرائيليون بنكبة جديدة ضد الفلسطينيين. وأيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيسة قال إن هذه التصريحات تدل على عدم ثقة وتدل على ضعف الاحتلال. تهديد الاحتلال الفلسطيني بنكبة جديدة إنما هو قمة التوحش وقمة الضعف. ناصر، لا نستطيع أن نسمعك بشكل واضح، سأعود إليك بطبيعة الحال، ولكن من جديد إلى ضيفنا من غزة لؤي القريوتي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. سيد لؤي، يعني كما قال الزميل ناصر اللحام، هناك اندفاع شرسة من قبل حكومة الاحتلال وكل الأركان هناك، سواء كان المستوطنين وحتى الإعلام الإسرائيلي. برأيك ما مرد هذه الاندفاع الشرسة؟ ما الذي تحاول حكومة بنت أن تثبته؟ وأيضا أن بنت أغلق باب الوسطات، علما أنه كان هو من يهرول إلى الوسطاء من أجل التخفيف من حدة التصعيد. يعني في البداية نحن في هذا المشهد يعيدنا بالذاكرة إلى جذور النكبة، إلى قبل 74 عاما. وهذا يؤكد أن بعد 74 عاما إلى الآن العدو الصهيوني فشل في محاولة السيطرة على الأرض الفلسطينية، وأنه لم يستطيع لا أسرة ولا احتلال ولا تهويد الأرض الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني بعد 74 عاما يعيد المشهد النكبة إلى المشهد الأول. وهذا فشل ذريع لكل المشروع الصهيوني في الأرض الفلسطينية. أما فيما يتعلق في موضوع الوسطاء، حقيقة لا، هناك يعني ثلاث جهات تتحرك في هذا الأمر ويرسل رسائل تهدئة، وأن هذه مسيرة طبيعية وكل عام تجري بهدوء، وأنه لن يتم الاعتداء ولن يتم اقتحام المسجد الأقصى. وكثير من الرسائل التي ينقلها العدو الصهيوني عبر الوسطاء تختلف عما يتحدث به بالعلن وعبر وسائل الإعلام وفي التسريبات التي يحاول أن ينقلها إلى داخل مجتمعه بأنه يعني غير آبه بكل يعني الرسائل التي ترسلها فصائل المقاومه ويرسلها ابناء شعبنا الفلسطيني. ومع ذلك نقول ان هذا العدو هو عدو غدار، عدو لا يؤتمن جانبه، فلذلك نحن لم نتعاطى مع هذه الوساطات، وقلنا انه اذا استمر في التخطيط الى هذه المسيره والى هذه الاستفزازات ومحاوله اقتحام المسجد الاقصى سيكون هناك رد واضح وحاسم من فصائل المقاومه في قطاع غزه. موضوع المكتب نقول بان تفضل ان موضوع الرد مع هذا العدو لن يقتصر على موضوع الصاروخ. يعني احنا في حاله الاشتباك مع العدو الصهيوني نحن لا نريد ان هذا الاشتباك ان تكون فقط معالمه فقط في الصاروخ. نحن نقول بان العمل المقاوم متعدد الطرق والوسائل. نحن على العمليات المسلحه في داخل العمق الصهيوني هي احد الخيارات، وان على العمليات في كل شوارع و مناطق الضفة الغربية هي أحد طرق رد فصائل المقاومة. نحن نقول أن حالة المواجهة مع المحتل ستكون متعددة الأشكال ومتعددة الوسائل ومتعددة الأماكن التي سيأتي منها الرد.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الغادة العامة لؤي القروي تحدثنا من غزة، شكرا جزيلا لك. ومن جديد إلى زميلة هناء محاميد في القدس المحتلة. إذا هناء، على ما يبدو هناك مجموعة جديدة من المستوطنين، ضعينا لو سمحت في تفاصيل ما يجري. نعم ألا، يعني مجموعة جديدة من المستوطنين تخرج من داخل باحات المسجد الأقصى. طبعا المئات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وهذه مجموعة هنا تماما عندما يعني عند المكان حيث نتواجد فيه عند الحاجز عند باب السلسلة. هذه المجموعة التي تتواجد بالقرب منا، هذه مجموعة يعني مجموعة طلاب مستوطنين مع مرشدهم، وهذه مجموعة تقوم بالالتفاف عند كل بوابات المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، يقومون بال يعني الوصول إلى كل البوابات الخارجية للمسجد الأقصى. يقوم هذا المرشد بشرح أهمية يعني ما يسمونه بجبل الهيكل، أي المسجد الأقصى المبارك، لهؤلاء المستوطنين من الفدية والشباب. طبعا تزامنا مع خروج إحدى الجماعات الاستيطانية بعد اقتحامها المسجد الأقصى، رقصات وهتافات وشعارات استيطانية يقومون هؤلاء بترديدها في صلبها، طبعا بأن الأقصى المبارك لهم، هم من يملكونه ويطلقون عليه تسمية جبل الهيكل، وبأنه سيعود لهم، وبأنه لا أي حق للفلسطينيين أو المسلمين في هذا المكان المقدس. هنا هل من معلومات حول يعني إلى أي وقت سوف تستمر هذه الاقتحامات، ولا سيما عندما يحين موعد صلاة الظهر، ما هي الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها؟ هذه الاقتحامات التي بدأت في الساعة 7 ستستمر حتى 11، أي بعد ساعة من الآن سيتم إغلاق باب المغاربة، وهو الباب الوحيد الذي تمتلك شرطة الاحتلال مفاتيحه وتقوم بفتحه من أجل تأمين هذه الاقتحامات الاستيطانية. هذا الباب يوصل إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك تحديدا من عند حائط البراق. هذا الباب موجود في حائط البراق، ومنه يدخل المستوطنون طبعا بحماية معززة من قوات الشرطة الإسرائيلية، يقومون بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى تحديدا بالقرب من المصلى القبلي. هناك تبدأ هذه الجولات الاقتحامية الاستفزازية للمستوطنين الإسرائيليين، ويقومون طبعا بأداء جولة وصولا إلى السور الشرقي لباحات المسجد الأقصى المبارك، يلتفون تقريبا في كل الباحات، ومن ثم يخرجون من باب السلسلة. هذه الاقتحامات ستستمر حتى 11 صباحا، ومن ثم يغلق باب المغاربة مجددا، ومن ثم يعيد الاحتلال فتحه أمام المستوطنين الإسرائيليين من 1:30 ظهرا حتى الساعة 2:30 ظهرا. ألا، ومن باحات المسجد الأقصى ينضم إلينا الناشط المقدسي فخري أبو دياب. إذا لو سمحت لوضعتنا في الأجواء أو المشهد داخل باحات المسجد الأقصى. في هذه الأثناء نعود إلى زميلة هناء محاميد. إذا هناء، هل يبدو هناك نوع من التوتر؟ ما الذي يجري تحديدا؟ نعم، يعني يحاول المستوطنون الاعتداء على عدد من الشبان او الاطفال بالاحرى الفلسطينيين الذين يعني يتواجدون هنا. طبعا هذه حارتهم وهذا حيهم، يقومون بالاعتداء. والان مجموعه اخرى من المستوطنين تقتحم من هذا الباب، من باب السلسله، وصولا الى المسجد الاقصى. يعني أصول
طبعا ألا يعني في هذا السياق أذكر بأن المحكمة الإسرائيلية، محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة قبل نحو أسبوع، كانت قد أصدرت قرارا ردا على التماس لثلاثة أو أربعة مستوطنين كانت قد أخرجتهم الشرطة الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى وأبعدتهم عن المسجد الأقصى بعد قيامهم بأداء صلوات في داخل المسجد الأقصى والاستلقاء على الأرض، وهذه جزء من الطقوس الدينية التي يقومون بها عند اقتحامهم للمسجد الأقصى. كانت المحكمة الإسرائيلية قد أقرت بحقهم بأداء الصلوات في داخل المسجد الأقصى وألغت أمر إبعادهم عن المسجد الأقصى، بما ينافي طبعا ما يعرف بالوضع القائم والذي يسمح فقط للمسلمين بالصلاة في داخل المسجد الأقصى ويمنع أي شخص آخر من أداء صلوات في داخل المسجد الأقصى المبارك. بعد ذلك الشرطة الإسرائيلية التمست على هذا القرار وتم إلغاء من قبل المحكمة المركزية. فقط لأكمل هذه النقطة لو سمحت ألا سريعا، يعني المحكمة المركزية ألغت يعني قرار المحكمة الأولى وأعادت إبعاد اليهود تحديدا هؤلاء الثلاثة أو الأربعة مستوطنين عن المسجد الأقصى، ولكن حفظت حق المستوطنين بأداء الصلوات في داخل المسجد الأقصى. وفي هذا تطور خطير جدا من قبل المستوى القضائي الإسرائيلي الذي يمشي جنبا إلى جنب طبعا مع المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي الاستيطاني فيما يخص المسجد الأقصى والتطاول على المسجد الأقصى وعلى أيضا تغيير الوضع القائم في داخل المسجد الأقصى، وهو الحفاظ على حق المسلمين وفقط المسلمين بهذا المكان كمكان مقدس للصلاة. ومن جديد إلى الناشط المقدسي فخري أبو دياب من داخل باحات المسجد الأقصى، ونسألك عن الوضع حاليا في باحات المسجد الأقصى. نعم، يعني مجموعة أخرى من المقتحمين تقتحم الآن المسجد الأقصى المبارك، وهناك طبعا التكبير والاستنكارات التي يقوم بها المرابطون والمتواجدون في المسجد الأقصى المبارك. الاستنكارات هي لتوصيل رسالة لهؤلاء ولدورة الاحتلال أن هذه الأمور يعني لن تكون أن المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة بهذا الاحتلال. هذه المجموعات التي تقتحم المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، أظن أنها يعني حتى فشلت هذه الجماعات أولا في يعني إقامة طقوس المدينة نتيجة ملاحقتهم من قبل المرابطين، وأيضا الأعداد التي أعلنوا عنها هي ليست بالأعداد التي دخلت المسجد الأقصى، لا، حتى الآن يعني لم يتجاوزوا أقل من 600 مقتحم، وربما أن يعني ستكون يعني هذه أواخر المجموعات، قد يعني يصل العدد إلى 700، ولكن ما زال أهل القدس ومن استطاع الوصول المسجد الأقصى رغم التحصينات والتعقيدات والمتاريس العسكرية والمنع وعدم السماح للشباب بالدخول، إلا أنه دخل مجموعة من المرابطين واستطاعوا فعلا يعني أن يمنعوا قوات الاحتلال من إخراجهم ومن تفريغ المسجد الأقصى المبارك. أظن أن هذا الصراع يعني على الهوية على القدس، ولكن يعني ربما في ساعات المساء هو الامتحان الحقيقي للقدس، حيث ستكون ما يسمى بمسيرة الأعلام والتصدي لها من قبل أهل القدس ومن يتواجد في القدس، لأنها ستكون هي بمثابة صراع على فرض السيادة أو السيادة على القدس وعلى الهوية المقدسية. أظن أن تلك يعني ستكون ساعة حاسمة، وربما سيكون لها مآلات أكبر بكثير من مجرد هذه الاقتحامات. هل وقعت أي إصابات أثناء تصدي المقدسيين والمعتكفين في المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين؟ نعم، يعني هناك سيدة تم الاعتداء عليها وهي كبيرة بالسن، تم نقلها إلى عيادة المسجد الأقصى. بعض الإصابات التي يعني نتيجة المناوشات واشتباكات بين شرطة الاحتلال والمواطنين عولجت بشكل ميداني. امتنع الاحتلال عن إطلاق الرصاص المطاطي أو الرصاص الحي، ربما لعدم إثارة الوضع أولا، ربما لخوفه من ردة فعل أقوى وأعنف في القدس، وخاصة أنه
يتهيأ ويهيئ الأسباب للمسيرة المسائية، ولذلك ولا يريد من تصعيد أو زيادة التوتر قبل أن تبدأ هذه المسيرة، وأيضا لخشية الاحتلال، وهذا ما وجدناه ولمسناه أن ربما هناك أوامر من المؤسسة السياسية الاحتلالية لقوات الاحتلال بأن تكون حتى حد معين تتصرف، خشية ربما من ردة فعل الفصائل الفلسطينية، وربما أنها يعني فعلا تخشى سيف قدس 2 وهب من المقاومة أيضا. وما زال الاحتلال حتى الآن يرمم سيف القدس التي كانت هذه الحرب قبل عام، ولذلك لم يستطع نتيجة الصمود وثبات وتحدي من تواجد بالمسجد الأقصى ومن يحمون هذا المسجد. وأظن أنه رأى الاحتلال أن هؤلاء لا يخيفهم لا الاعتداء ولا الإبعاد ولا الاعتقال، ولذلك يعني أصبحوا هم يسيطرون على المسجد بشكل واضح، والاحتلال تحاشى يعني زيادة التوتر وخوف من ربما يعني أنت يعني تتصاعد الأوضاع إلى حرب يعني أو مواجهة شاملة في القدس والضفة والداخل المحتل وغزة. ماذا عن أعداد المصلين والمرابطين في باحات المسجد الأقصى؟ أين يتواجدون تحديدا وبأي طرق هم يتصدون للمستوطنين؟ قوات الاحتلال متواجدة منتشرة في كل يعني ساحات المسجد الأقصى وتحديدا على المسار المتطرفين. أما المرابطون والمرابطات فيتواجدون تقريبا على مواقع عدة، يعني الجهة الجنوبية وهي القريب من المسجد القبلي هي الأكثر تواجد للمرابطين، حيث أنها هي بداية دخول ولاة المتطرفين والمستوطنين الذين يدخلون أيضا الآن من باب المغاربة ويقومون بأضاءة طقوسهم التلمودية والدوران حول مسجد قبة الصخرة، ولذلك التواجد هو في مسار هؤلاء المستوطنون الذين يقتحمون المسجد، وفي الجانب الجنوبي والوسط أكثر من المنطقة الشمالية. هناك مجموعات أخرى الآن تدخل أو تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وهناك أيضا الآن محاولة لفك الحصار عن من يتواجدون داخل المسجد القبلي. هناك الآن يعني تم إغلاقه نتيجة محاولة قوات الاحتلال اقتحام المسجد القبلي، وأظن أن من كان في الخارج هم أفشلوا هذا الاقتحام، حيث تتواجد الآن قوات الاحتلال على البوابة للمسجد القبلي، وواضح جدا أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد الآن. عندما تتحدث عن محاولة لفك الحصار، هذه المحاولة يقوم بها المرابطون في المسجد الأقصى، وهي الدماء تسيل من الاعتداء علي. لو سمحت أن تعطينا تفاصيل عما يجري الآن حاليا. نعم، يعني قوات الاحتلال الآن هي حاولت قبل قليل اقتحام المسجد القبلي، وهي تحاول الآن إغلاقه أو يعني تحاول الآن نعم يعني حاول تغلقه بالسلاسل الحديدية، حيث حاول من هم بالداخل الخروج لربما مواجهة واشتباك مع الاحتلال، وهم الآن يقومون بإغلاق الأبواب بالسلاسل الحديدية بشكل محكم. لا أعلم إذا كنتم ترون ذلك في خلال وأنا نعم الأقرب على هذا البوابة، أغلقوا الأبواب بالسلاسل الحديدية خشية من أن يخرج من هم بالداخل من الجبان، و يقوموا طبعا بحيث أنهم حاولوا ربما الخروج ومساعدة منهم في الخارج. هناك مجموعات أخرى الآن تقتحم المسجد الأقصى، وأظن الأمور كما كانت عليه، لكن يعني الأوضاع متوترة احتقان كبير، وأظن أن هذا سيترجم بشكل أكبر وأعنف في ساعات المساء عندما يبدأ هؤلاء بالمستوطنون يبدأ بمسيرة الأعلام واستفزاز أهل القدس، ربما يعني ستكون هناك مواجهات بشكل أكبر وأسرع ويعني وأوسع، خاصة
أن المسجد الأقصى يعني هناك حصار على المسجد الأقصى من قبل الاحتلال ولن يستطيع الجميع الدخول، ولكن في الخارج هناك هامش التحقق كثير. نعم، من المفترض هناك اعتداء حتى على الصحفيات وعلى المواطنين. يعني هذه مراسل لأحد القضاة تلاحق قوات الاحتلال لتمنعها فقط من التصوير. أظن أن يعني حتى الإعلامي والإعلامية الصورة مستهدفة، الاحتلال لا يريد أن تخرج أي صورة حقيقية من داخل المسجد إلى العالم، وهو دائما في كل أنحاء فلسطين يحاول محاربة الكلمة والصورة التي تثبت وتبين وتدلل همجية الاحتلال وتعدياته على الناس. بالطبع، ونحن شاهدنا منذ قليل الاعتداء اعتداء قوات الاحتلال على الزميل وهبي مكية. من المفترض سيد يا شباب مع بعض يلا الله أكبر. من المفترض سيد فخري أبو دياب أن تستمر هذه الاقتحامات حتى الساعة 11 على أن تتوقف أثناء صلاة الظهر، هل سيسمح يعني للمقدسيين ومن هم المصلين الذين يريدون دخول المسجد الأقصى من الدخول إلى باحاته؟ بدون شك يعني الآلاف يقفون على الأبواب وهم سيدخلون، ولا تستطيع قوات الاحتلال لمنعهم، وهي بعد أن تغلق باب المغاربة وتغلق توقف الاقتحامات ستجبر على فتح الأبواب وترك المصلين والناس الدخول المسجد. لكنها لا تستطيع حقيقة لساعات طويلة البقاء ومنع المقدسيين من الدخول، هذا يعني سيكلفهم غاليا وستمتد المواجهات الى خارج الاقصى، ولذلك هم يحاولون دائما يعني اختصار المده والوقت. نعم. المرابطون المتواجدون حاليا في باحات المسجد الاقصى منذ اي ساعات يعني هم قدموا الى هناك حتى سمح لهم بالبقاء؟ اغلب من تواجد هو تواجد قبل صلاة الفجر وتواجدوا قبل صلاة الفجر، أدوا صلاة الفجر وبقوا في هذه المنطقة، يعني لأن لو يعني بعد ذلك بدأ المنع، لذلك يعني قوات الاحتلال تحاول حتى منعنا من التصوير أو من التقدم، ودائما يحاربون من يحمل الكاميرا أكثر من أمور أخرى، ولكن يعني هذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يحارب الإنسان والمقدسات. نعم. والكاميرا والصورة والحقيقة واضح. نعم. أن الاحتلال. اسمح لي أن أنتقل يعني إلى الزميل هناء محميد. إذا هناء، ما الجديد، ما الذي يجري حاليا؟ نعم ألاء، إذا يعني ما يجري بأن هذه مدرسة دينية استيطانية في داخل البلدة القديمة متاخمة تماما للسور الغربي للمسجد الأقصى المبارك. عدد من المستوطنين يعني كما يبدو يقومون أولا يعني التواجد فيها بشكل كبير ضخم، أعداد كثيرة منهم، وكما يبدو كان محاولة لاعتداء أيضا على السكان هنا، ومن ثم تم الاعتداء على الصحفيين، يعني على أحد المصورين الصحفيين الذي وصل إلى هناك للتصوير. وكما تشاهدين ألاء يعني في هذا الزقاق الذي يصل من داخل البلدة القديمة من طريق الواد إلى هنا إلى طريق باب السلسلة، أعداد كثيرة من المستوطنين الإسرائيليين يحملون علم إسرائيل ويقومون بالتجول في أزقة البلدة القديمة، طبعا مع شعارات وأغاني واستفزازية ومزعجة كذلك للمواطنين الفلسطينيين. والأغاني والتي يقوم بها طلاب مدرسة دينية يهودية متطرفة في البلدة القديمة. أسألك الآن عن أوضاع الفلسطينيين حاليا في البلدة القديمة، هؤلاء الذين لديهم محلات وأيضا بعضهم يسكن في البلدة القديمة، كيف يتم التصرف معهم؟
طبعا ألاء، هذه الجولات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون كانت قد بدأت منذ الليلة الماضية، وبحسب الأهالي السكان المقدسيين للبلدة القديمة أكدوا لنا أنه حتى الساعة الثانية تقريبا من فجر هذا اليوم تواصلت هذه المسيرات الراقصة الإسرائيلية التي يعني تستفز المواطنين السكان الفلسطينيين هنا وتمنعهم حتى من النوم في منتصف الليل. طبعا كل ذلك يجري بحماية معززة من قوات الشرطة الإسرائيلية، وأيضا هذا يهدد بالفعل أصحاب المصالح التجارية في البلدة القديمة. في العادة لا، في كل عام تقوم الشرطة الإسرائيلية بفرض إغلاق المحال التجارية على تجار البلدة القديمة، خصوصا الذين لديهم محال تجارية في طريق الواد وهو الشريان الرئيسي الذي يمر منه هؤلاء المستوطنون الإسرائيليون وصولا إلى ساحة البراق، وهو كذلك الشريان الرئيسي الذي يعبر منه الفلسطينيون في الحي الإسلامي، وأيضا منه تتفرع عدة بوابات تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك. إذن الشرطة الإسرائيلية في كل عام تقوم بفرض إغلاق المحال التجارية تقريبا من يعني ساعات العصر على التجار المقدسيين. الآن يتم الاعتداء أيضا على أحد الزملاء المصورين، يعني اعتداءات بالجملة على الصحفيين المصورين، الزملاء المصورين، رش غاز الفلفل. مين اللي رش؟ يبدو أنه أحد المستوطنين قام برش غاز الفلفل على الصحفيين المصورين الصحفيين. إذن ألاء، يعني أحد المستوطنين قام برش غاز الفلفل باتجاه المصورين الصحفيين هنا قبل قليل. طبعا هؤلاء المستوطنين لا يملكون أسلحة، وليس فقط يعني مجرد غاز فلفل، يتجولون بحرية تامة في البلدة القديمة وهم يعني يحملون الأسلحة، المسدسات، البنادق. عدد منهم أيضا يملك بنادق ويتجول بالبنادق، وأيضا يتجولون بحماية من قبل حراس، يعني حراس تابعين لشركات أمنية خاصة طبعا لها تصريح ب أيضا حمل السلاح، ويتجولون برفقة هؤلاء بحماية من قبل الشرطة الإسرائيلية أيضا الذين الآن يعني يقومون بمجادلة أحد المصورين الصحفيين بدل أن يقوموا بحماية الصحفيين هنا. طبعا هذا غير متوقع منهم، ولكن يفترض بالشرطة أن تؤمن يعني سلامة الجميع، هذا ما يفترض أن تقوم به منطقيا في أي مكان طبيعي في العالم، ولكن مدينة القدس هي استثناء بكل معنى الكلمة، والأراضي الفلسطينية المحتلة كلها هي استثناء عن العالم كله. هنا الحرب متواصلة حقيقة، يعني نتحدث عن نكبة متواصلة منذ العام 48، وحرب متواصلة، صراع متواصل يتمثل ب الحياة اليومية للإنسان الفلسطيني في كل شيء، في كل تفاصيل حياته، عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي يطال كل تفاصيل الحياة الفلسطينية، لا يوجد نهاية يعني لهذه الاعتداءات ولهذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ألا نعم، إذن هنا نحن مستمرون في هذه التغطية المباشرة لاقتحامات المستوطنين للبلدة القديمة وباحات المسجد الأقصى، والآن ننتقل إلى الزميل محمد جرادي. تفضل محمد.